واحد عجمي يا حباب وصلوا الغوالي عالباب، واحد عجمي يا حباب وصلوا الغوالي عالباب. جينا من كل حراتي اسمعوني انا الحكواتي، فحمي يا حباب عمرك معلم حكواتي، وبدي خبركن يا شال محمد عن اهل اول والبدكن يا محمد صار عم اهلا وسهلا بالشباب علي بالغالي يلا خلوه واحد شاي اهلا وسهلا بالشباب، واحد عجمي يا حباب فحمي هون هون. وهيك مشاهدينا مثل ما سمعتوا وصلنا لفقرة حكواتي الفني الأسبوعية مع الحكواتي أبو محمد. يسعد صباحك أبو محمد. بدنا نرحب فيه لأبو محمد، صباح الخير. صباح على مهلك الفل. أبو والله على ما بدي ترحيب، العمر له دور كمان. إيه والله والله أنا ما بدي ترحيب، يعني أنا منكم وفيكم. أهلا وسهلا فيك أبو محمد. الله يوفقك، حط لي طاولة هون مرة تانية، قلهم شيء والله لازم يكون، لأنه كثير بعيدة طاولة. أنا ما بقدر بدون شاي، بينشف ريقي. طب أنت بتقدر تقرب هيك؟ لا ما بقدر ابدا، اخذ تعليمات. تمام ابو محمد، كيفك ابو محمد؟ اهلين يا سوني، عم نستناك من الاسبوع الماضي. دف الطقس اخيرا واخيرا يعني ها ان شاء الله يا رب يتم هيك، لانه بصراحه هدول البردات دبحونا. بتعرف الامر له حقه، الله وكيلك رايح جاي رايح جاي. ابو محمد اليوم بدنا نحكي عن محمود جبر. لك 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 دغري على محمود جبر فورا. هذا فورا ها، فنان كبير وعظيم، قامة فنية عملاقة، واحد من أعمدة الكوميديا السورية. ما في حدا بالكوميديا يلي مروا أنا إلي شخصياً ضحكني مثل حكايته، أنا بضحك عليه خير الله. طبعاً الفنان على شغله، يعني مو بضحك عليه على مسرحياته وشغله. الفنان محمود جبر هو من مواليد شهبة بمحافظة السويدة بسنة 1935، إجا بفترة مبكرة خير الله على حي الميدان الشام الدمشقي. هو وأهله وقعدوا بالميدان وقت اللي كان عمره 3 سنين. طبعاً استقروا وين؟ بباب مصلى، تعرفوه ولا باب مصلى؟ عالدوار. وبعد منه انتقل على حارة التيامنة لجوه شوي. طبعاً الفنان محمود جبر أب شادي هو عميد أسرة فنية عريقة. ليش عميد أسرة فنية عميقة؟ سألتوني راح جاوبكم. انت سألت حالك ابو يعني هيك مفترض انا عرفت شلون. ايه راح جاوبكم. اخواته هيثم جبر وناجي جبر ابو عنتر، مرته هيفاء واصيف، بناته ليلى ومرح. لك حتى حفيداته، في عنده حفيده صغيره هلا صارت كمان ممثله، يعني العيله كلياتها بتشتغل بالفن بالتمثيل والفن بالفن والتمثيل. هلا البدايه كانت بثانويه الميدان، هذا باول الخمسينات، لما الف فرقه من هواة الطلاب وأشرف عليها بهداك الوقت الأستاذ صفوح قصاب حسن. كان يكتب فصل واحد من المسرحية ويقدمها، يدور وين في مناسبات ويطلع على هالخشبة هالمسرح ويقدم المسرحية. قام شو صار فيه؟ رسب بالدراسة، انتبه للمسرح قام رسب بالدراسة. اضطر شو بعد منها؟ يدرس ليلي، يعني هدول اللي بيدرسوا مثل ما بيقولوا هلأ بيدرسوا ببيتهم حرة، بيقدموها حرة. كمل دراسته بمدرسة خاصة بالليل، ولما أخذ الثانوية اشتغل بنفس المدرسة موجه، رجع على نفس المدرسة موجه، أخذ ثانوية صار هلأ عنده شهادة. اتعرف فيها على زملائه وصاروا بعد منه فنانين بفرقته، كمان كانوا موجهين وأساتذة بالمدرسة، مثل وليد مارديني، علي أسعد، منذر نفوري، وحتى المطرب الراحل محمد ضياء الدين. المهم ما لكم بطول السيرة، الفنان محمود جبر بلش ودرس بالشام، بعدين راح خدم عسكريته بدير الزور وخدم بالمسرح العسكري، وبلش نشاطه المسرحي من هنيك. بسنة 1959 تعين خبير مسرحي بوزارة الثقافة شيء مديرية الفنون. بالستينات انتشر واشتهر. بهديك الأيام أسس الفرقة تابعة له، فرقة شو؟ شو؟ محمود جبر. ما كان في شيء، يعني ما هاني هلا انا وياك نعمل فرقه، انت مدير الفرقه وانت اللي ضابط الايقاع، فبتصير اسمها فرقه هاني. يعني ما كان في اسمها مثلا فرقه مدري شو، لا باسمه اللي مؤسس الفرقه، فكانت اسمها الفرقه فرقة محمود جبر. مهم فرقه محمود جبر تميزت بشو؟ بالنجم مين؟ أب شادي اللي هو محمود جبر. لانه كان هو عنده طريقه هيك، يعني فيه نغاشه وقت اللي يحكي مع الناس، فيه هيك طرفه بضحكك من قلبك ببساطة ولطافة. هلأ بعد شوي جايكم أنا
ورجيكم كم شغلة هيك إن شاء الله تنبسطوا عليهم. طبعا تميزت مثل ما قلت لكم بأبو شادي، يعني هو معلومكم الكوميديا والمدارس، هو مدرسة من مدارس الكوميديا، ها بس كل فنان له مدرسة بيتبعها وبيشتغل فيها. هاني معي انت؟ لا 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 معك، مركزين معك ابو محمد، معك ابو محمد. لا حسيتك ضايقت شوي من شغله. أيوة طيب لا لا مو نعم عكست علي هيك، بسم الله الرحمن الرحيم. الطريقه اللي كان يشتغل فيها راحت خطرت. الطريقه اللي كان يشتغل فيها ازدهرت الكوميديا بسوريا بشكل كتير كبير، وكان محمود جبر واحد من مدارس الكوميديا. طيب ابو محمد نحن خلينا نروح نشوف الفيديو المقطع المشهد المسرحي، خلينا نشوف يلا. تمام. لا بس بدي اقول لكم شو بدنا نشوف. شو بدنا نشوف؟ طيب يلا بنحكي بعد ما نشوف. جاهز طالع، خلينا نشوف، خلينا نشوفها من اولها يلا، واحكي لكم عليها يا انا واعي. انشاط ولو كان سعره اغلى معلش. طيب تفضل عود هون. يا عيب شو مدير لك ظهري. ايه هون اريح لي. يلا هاي قاعدة من تحت بياتك اصرار. كأني قاعد ببلودان. شي بهوي. اخي احمد ما بيطول، انا على الحمام. ايه معلش ما انا مستعجلين على هينتو. انا مرة دخلت على الحمام عم مزحت معي مؤسسة الكهرباء قطعت الطيار، انت عواض ما فرد جسمي فركت الاوزان. الاوزان صار يلمع لمن صار يزقزق زقزق. شو هاي المسرحية ابو محمد؟ فظيعة. هاي مسرحية رماك الهوى يا ناعم. شو هو الناعم المقصود فيه بهي المسرحية؟ شو؟ الناعم يعني؟ لا 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 هون قصده النساء. النساء يعني النواعم مو الناعم اللي مش اطلع برا انا. طبعا هاي المسرحية هون قصده فيها الناعم، انه الستات الانثى. تمام؟ طبعا انا كنت بدي اقول لك شغلة قبل ما يطلع هذا الفيديو، انه اول مسرحية قدمها كان اسمها براكا سجورة. شو؟ براكا سجورة. هيك اسمه ان نحاول نفهمنا. اسمه براكا سجورة، وبعد منا قدم البرجوازي النبيل. تأليف مين يا حذركم؟ مين اخو ما بعرف. اعطيكم مولير شكسبير. مولير لا كان برافو عليك هذا هو. طبعا انت بتخطف الكبايه من راسك. لا انا لا انا حاولت تعرف شو عم بفك، انه يعني شكسبير مو كاتب هيك شيء فاكيد مولير. طبعا هذا بالانجليزي. طبعا خلينا نرجع، هي المسرحيه مثل ما قلت لكم دمج المعنى معنى الناعم ودمجه بالمسرحيه، فصار اسمها قصد النواعم هن النساء. خلصنا من هي المسرحيه، خلينا نروح لشيء ثاني. طبعا المسرحيه هي اللي شفناها كانت بطوله محمود جبر وسلوى سعيد الله يرحمهم. هلا مو بس هيك، كان الجمهور يعبي المسارح عنا. كانت المسرحيات عنده تتنقل بهداك الوقت، تروح شام، حمص برافو، حلب، لادقية، حسكي، القامش، اللي تدور بالشام كلياتها وتفوت مصاري خير الله. لأنه كانت العالم المتنفس الوحيد تبعها مسرح. بالليل يروحوا على المسرح قبل الض... يعني على فكرة أبو محمد تمينا بسوريا، لأنه ربينا بسوريا. طول عمري أنا بحضر مسرح، سوريا فيها مسارح لكن وإما تروح فيها لكن مسرح لكن. فربينا أنه دائما نروح على مسرح مسارح سينمايات لكن موجودة. هلأ لا أنت... بس سينمايات لا ما كان. هلأ لا في كم سينما في كم سينما بس أنت بتعرف لكن. يعني ما كان هلأ هذا موضوع تاني. هلأ موضوع خلينا نحن لأنه هو كمان عامل أفلام. هلأ أنا جايكم بالحكي، عمل من المسرحيات كتير، مثلا عنده أفلام تحت الرماد، مريض بالوهم، مدير بالوكالة، ببيتنا ولد، سجن بالإجرة، الأيدي الناعمة، ليش هيك صار اسم المسرحية. الأيدي الناعمة فيلم مسرحية؟ إيه إيه لكن لأنه في فيلم مصري. في فيلم الأيدي الناعمة. برافو عليك برافو. مزبوط أحمد مظهر. لا على البال ولا على الخاطر، افتحوا النوافذ للشمس، حط بالخرج، مسرحية هي حط بالخرج. واحد زائد واحد شو بيساوي؟ اثنين، كمان مسرحية. عيشة نصكم، هيك يعني هيك بالمسرحية، عيشة نص كم. مطلوب كذاب.
كمان مسرحية يعني مشتغل على أسماء المسرحيات لك كان. أبو الفوارس مسرحية كلهم هذول مسرحيات ناجحة. يعني بدي أذكركم بشغلة، تتذكروا كانوا يمزحوا معنا الكبارية يقولوا بقى سيدي طاع علينا بقى سيدي طاع، تتذكروها؟ طيب خليني أذكركم إياها بالفيديو، يلا معيدك نشوفه. حمار مكحول عاد وعادنا هي لينا هي لينا أو ضرب السيف طاع علينا هي لينا هي لينا ضرب السيف طاع علينا يلا صري ضرب سيدي طاع علينا بقى سيدي طاع علينا يا أيوة صري بقى سيدي طاع علينا بقى سيدي طاع علينا والله ما بيكفي هاي امرأة صدني. طمني صهري بالسمح بس بصراحة بصراحة اللي شلون بصراحة صراحة الله لا يعطيك عافية. وين التطور وين التطور؟ لا صوت حلو ولا تعرف تغني لا تعرف تدق عود ولا تعرف تغني. التطور وين اللحن وين؟ كمان انت ضد صهري؟ اخي انا مو ضدك، انا ضدك لما بشوفك عم تضوع مستقبلك ومحلك وشغلك وبيتك. يا مين شايفك ناتح الحوت تحت باطك ومن عرس لعرس وطول لطول؟ ما لا اصل هنن بيترجوني وبيستنوني لسكر لحتى اروح احيرهم الفرح. بجنن ام محمد فعلا، كيف انتقل في خلا يرقص؟ هلا هو اخو مرته عم بيقول له انه انا صرت فنان ومشهور وبلشت بهي الغنيه، فهو اول شيء كان ضد تماما انه يكون انه هذا مطرب ما بيعرف يغني ومدري شو، معترض عليه. فهو وقت اللي بلش يدق اخذوا الحال، قال له انت اخذتني وين اخذتني؟ قال له ما بكفيني اختك، على مرته قال له ما بكفيني اختك اللي عندي. طبعا هي من المسرحيات اللي بتاخذ العقل دائما، يعني دائما هي ببالنا. يعني انا يمكن حضرانها يعني اذا ما كذبت او اذا ساعتني متذكر شيء 25 26 مره حضرانا. لكن لدرجه بضل تضحك كل ما تحضر شجعنا. كل مره بحضرها بحس حالي اول مره عم شوفها. حلو خلص. هي اسمها المسرحيه عشك يا بلبول. طيب هلا هذا المسرح هو كان يعتبره محمود جبر انه عشقه ومعشوقه، بعد منا انتقل واشتغل بالسينما، اشتغل بكثير من الافلام. سالتني عن السينما قبل شوي، قطط شارع الحمراء مع مين اشتغلوا؟ مع مديحة كامل ويوسف شعبان ونوال أبو الفتوح. لكان فيلم قاهر الفضاء مع مين؟ مع النجمة الفنانة إغراء ومع أخوه الله يرحمه أبو عنتر ناجي جبل بسوريا كمان. إيه لكان فيلم خياط السيدات اشتغلوا مع شادية وحسني البورزان نهاد قلعي الله يرحمه ويحسن إليه يا رب. وأبو فهمي ذكرتوه حكيت لكم عنه فهدك عيكاتي لكان إيه. مثلا في عنده فيلم مقلب حب، عنده فيلم بنات اخر زمان، هذول اشتغلهم مع ايهاب نافع وخالد تاجا. ايه وفي كمان عمل مع كانت ظريفه هذيك الفتره، كان عمل كثير افلام غنية. مشاركه مصريه سوريه لبنانيه، كان كثير هيك الافلام. انا بتذكر هاي الافلام كنا نروح بالعيد، كانت تنزل بالسينما، كنا نروح بالعيد ندفع 35 ليره ونفوت على الفيلم. شو رأيكم نحضر أربع أفلام بالنهار؟ أربع أفلام بسينما تبع الزوزو، سينما رميتا. حلو. أربع أفلام 35 ليرة الله وكيلكم بهداك الوقت. كثير 35 ليرة هداك الوقت. هداك 35 ليرة يعني كثير وقتها. طبعاً السينما بهداك الوقت كانت نشيطة كثير، خير الله كانت نشيطة وشغالة طول النهار مثل ما قلت لكم قبل شوي. يعني السينما شغالة بالليل والمسرح فرق مستأجرة مسرح وعم تعمل عروض فيها. طبعا الله يرحم هذيك الايام. هلا مالكم بالطويل، بدي احكي لكم انا مثلا التلفزيون شو اشتغل بالتلفزيون. خليني اقول لكم، ابو شادي اشتغل باعمال كثيره، مثلا مصلح افندي، قصه مثل، الموظف، رقصه الحباره، ثمن الحريه، ساعي البريد، حتى كان عنده برنامج بيقدمه اسمه برنامج الاذاعه السعيده والاجازه السعيده، برنامجين
مرة إذاعة سعيدة ومرة إجازة سعيدة. لكان وعنده برنامج بالتلفزيون كان اسمه أسبوعيات محمود جبر، كان برنامج جدا 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 بهداك الوقت ناجح، لأنه كان شو كان يناقش القضايا تبعات الناس والمجتمع بشكل كتير ناجح وكوميدي، يعني متعدد، لكن متعدد المواهب، يعني هو كان يجرح ويداوي من الناس، ياخذ من الناس، حتى بالاذاعه بالراديو، بالراديو كان له برامج، مثلا قدم البطل، برنامج البطل، قدم حكايه عيله، قدم ازواج وزوجات، قدم حكايه بيتنا، يعني والله ما خلى شغله بالفن ما اشتغلها، مسرح، تلفزيون، سينما، اذاعه بالبدايه وقت اللي كان يكتب سكتشات ويطلع يستغل وقت اللي رسب بالمدرسه، يعني الله يرحمه، الله يرحمه. يعني هذا النفس الكوميدي قليل، يعني هو بالفطرة في عنده كوميدي، يعني هيك حسه وقفته على المسرح، وجوده يعني هيك في رواء، هو بحد ذاته. ايه 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 بدي اخذكم لمسرحية، لمقطع هلا اسمها صياد وصادوني، خلينا نروح نشوفها. يلا. مريض متعب مثلك. انا متعب. بدون كلام سكت. أنسة نادية؟ نعم. دكتورة منيرة بدي اياك. على عيني. مستأنسين؟ نعم مستأنسين. بعد 5 أيام لآخر الشهر. سيد محمود امبارح نسوا ياخذوا بعض المعلومات عنك. معلومات؟ ليش انا بدي اتوصل؟ لا، اجراءات اجراءات. الاسم محمود المدفعجي. محمود المدفعجي؟ هذا اسمك؟ لكان اسم امي. العمر الك. هذا الاسلوب ابو محمد هو الاسلوب اللي بنستخدمه يمكن هلا نحن نمزح مع بعض. ايه؟ نغاشه افشي بافشي افشي بافشي. ايه كلمه ورد اخذ ورد. ايه صد ورد لك. هلا هذول هن يعني في مسرحيات كثير اشتغل كثير كثير مسرحيات، ما كان يوقف، كان دائما يحب المسرح، يشتغل على الكوميديا، ياخذ من المجتمع، من الناس اللي حواليه، الناس تحبه، كانت الناس توقف طوابير تستنى لتفوت على المسرحيه، تقعد تستنى مثلا، يعني كانوا يخبروا بعض من محافظه لمحافظه انه فرقه محمود جبر رايحه على اللاذقيه، فانه بيخبروا قرايبينهم هيك انه في مسرحيه جايه تنعرض، هيك كانت. وكانوا يحبوها خير الله لانه كانت تلامس، يعني كانت بسيطه، كانت تلامس الناس، همهم وجعهم، امورهم الحياتيه، وهو كثير اتقان، يعني اخذ اللهجه الشاميه ومشي فيها، صحيح هو ابن السويدة ابن شهبة، بس هو اتقن اللهجة الشامية واشتغل فيها، يعني ما كان حدا صح، ما حسينا فعلا عم يحكي بالقاف مثلا، مو نحن بس ما قعدة كان يحس انه هو مو ابن الشام، تعلمها منيح اتقنها، وهي يعني هي حياته كانت هي المهنة، ترك الدراسة مشانها. هلا انا يعني ما بعرف، يعني والله انا بزعل، يعني هيك ناس ما اخذوا حقهم، ما وصلوا، ما طلعوا، هذا هذول في منتلو متايل، الله يرحم ترابه، يعني حكينا عنهم ولسه جاي الايام لقدام وبنحكي اكثر، هذول الناس ما اخذوا حقهم، ما طلعوا على وش الدنيا، يعني في مبدعين كثير. قبل شوي انا سمعتكم عم تحكوا خبر عن دريد، هذا غوار الطوشه، غوار الطوشه بالنسبه لنا مات، نحن بنحب غوار الطوشه، دريد لحام مات، كان نحب، يعني انت بتسال هذول الناس وينهم، هذول اللي كانوا يمسوا وجعنا، يمسوا يعني هذول الناس، يعني طبعا هو توفى بال 2008 يعني ما بعرف ما بعرف ما بعرف اذا ناخذ هيك فاصل صغير ونروح. ايه خلينا نروح، خلينا نروح لا من لا هاي المسرحيه، مسرحيه هاي شكلها ملون، هي يعني مو كتير قديمه، اسمها ربوا وتعبوا، في مثل نحن بنستخدمه بحياتنا انه بيقولوا الاهالي لاولادهم، بيقولوا ربوا وتعبوا واسكنوا بالابو، فهيك بيحكوه بيناتنا. هي المسرحيه بيحكي انه هو رب اولاده وتعب فيهم وقديش اخواته وعيلته قديش كان يدير باله عليهم، يعني هو مقطع صغير انا جبت لكم اياه، خلينا نحضر شوي وبنرجع بنكمل. اكيد تفضل. هون بقلبي وبعيوني، بس بيتي ابنك جوزك كمان له حق عليكي، بعدين انا لو بعرف انه في سبب وجيه
لا حردك والله بروح بايدي باخذ لك حقك، ما في شيء كله مجحنات ولا طعمه. لك يا بنت العمر كله يومين، لا تضيعوا هيك سدى. يلا عين يا الله يرضى عليك، ضب اغراضك وارجع لبيت جوزك. حاضر بابا. يلا عين يا حق طقك ان شاء الله. لعب بالك ابوكي مو هيك؟ لك هلا شوفي شلون جوزك بده يشوف حاله عليك. يا بدريه بدريه لشو انا روشي عليك بنام؟ ونومة اهل الكهف لسه متسطح مثل النفس. ها لك كثر النوم بيقطع رزق ولا شو؟ وصل هالطريق امشي اختي امشي. لو قبل التاكسي وقفنا اعطيك مصاري اخي. انا موجود وتعطيني مصاري ما احلاكي. هات ولا هات. يا حبيبي مالنا شباب طول الحوره وما تدري ايده جيبته فرنجين ما في. طول بالك بس تخلص مكانة البوشار اللي عم بخترعها. طول لي بالك. ولك ايه حلقتني بهالاختراع وما شفت شيء، بعدين ضل غرض بالبيت ما نزعته. تعال شفتها ما سالتك. وين طار سفر طنجره البخاري اللي جبناها جديد؟ ما حطينا المقله، شوف الثاني مسوي. لا تواخذني ابعد مني، ما اعطيني خبر كنت انت. ما بدك تخترع مقله تلحق لك ويسكي لحتى الزهره مو؟ والله عم فكر فيها ذكرني. ها؟ ايه على عيني. الشوارع اللي فيها زعران البلد. ايه انا ما عم اخلص من ايديهم طويله يبلاها بالحرب. ابو محمد اللي دقيقه لا اللي كان طالع هو نفسه محمود جبر. محمود جبر هذا إيه؟ اللي كان طالع واللي معه هيثم جبر. هيثم اخوه. هيثم جبر ابو عنتر. ابو عنتر ناجي جبر اخوه. مشاركين هم شيء بعمل ثلاثي ولا ما شاركوا على حد علمك؟ يعني انا على حد علمي في عمل كان بيناتهم هن الثلاثه مسرحي، بس انا دورت 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 لالاقي لكم يا يعني بحكي لكم مثلا انه عملوا مع بعضهم كاخوات بيجيبوا الضحكه. بس كان ابو عنتر بيجيب الضحكه بالهيل تبع انه عنده كاركتر الخاص. أيوة شوي مختلف. ما بيمشي الحال مع اخواته هيثم ومحمود. يعني هلا ما شفنا هلا شفنا اخوه هيثم كمان لكن. نفس الشيء له كاركتر خاص ولحد تماماً. الان بنشوف نفس الكاركتر. يعني سبحان الله كل واحد عمل كاركتر خاص. طبعا الصفه العامه كانت باعماله مثل ما قلت لكم لابشادي هي الخروج عن كل الاساسيات تبع العمل المسرحي. يعني كان يحول من اللغه العربيه الفصحى يساويها عاميه وباللهجه الشاميه اكثر. يعني عرفت شلون كان ياخذهم لجهه شو انه باتجاه اللهجه العاميه الشاميه لانه قال شو بتوصل للعالم اكثر بيكون عم بيوصل للناس الموجوده عم تتفرج عليه. طبعا المرحوم ابو شادي الفنان محمود جبر بيوم 27 من تموز بسنه 2008 تعب خير الله اعطاكم عمره بهذا اليوم. كان ساكن وين؟ بالتجاره. بيته كان بالتجاره. توفى ب 27 تموز بال 2008 وكان عمره بوقتها فوق 73 سنه. الله يرحم ترابه. الله يرحمه. وتوفى واندفن بمدينته الحبيبه اللي هي مدينه دمشق واندفن بتربه باب الصغير. طبعا الله يرحمه يا رب. ترك لنا هذا هي البسمه اللي هلا رسمناها اللي شفناها اللي ضحكتنا من قلبنا. الله يرحم ترابه. وانا هلا صار لازم روح وودعكم بس انا بدي اترككم انتوا المشاهدين اخذي بالي على هذا المقطع واستروا ما شفتوا منا وان شاء الله الاحد الجاي بقصه جديده. شكرا لك السلام عليكم محمد. شكرا لك السلام عليكم سوني. يعطيك العافيه سوني. سلام يا شباب الله يعطيكم العافيه. ما ما ضياء ما ضياء ما ما ضياء حادث مؤلم تقشعر له الأبدان وتهتز لمرآه الجبال وذهب الليل والعصفور صو 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 حادث السيارة. لا يلي مثل حكايته ما يموت بسيارة بحادث السيارة لك لأنه الشهادة لله ولد متربي بين المسامير بيمشي على الإشارة بيقول يا رب الضوي كاتب على سيارته لا تسرع يا بابا نحن بانتظارك يا بابا. عدوية فارسة الصحراء يا ناصبي نصرة حسد شكيتك لواحد أحد. تعال جنبي. لا 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 مكتوب تعال جنبي. ملوع شرطة السير ما كان ينفعهم لا بضبط ولا بمخالفة. لك بإيش مات؟ حب الأخي ورجيني منفخته بالسباحة باللاذقيه قال لي أنا بصبح أحسن من تيسير حموي. إيه؟ ما مسد حاله عن بعد 15 متر أفقي. ولا
تخليها على أمي إن شاء الله. صح. وشو صار فيها المسكين؟ غطس ما عطلح. وأنت شو عملت؟ أنا عملت كل واجبي.